بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قائد عبد العزيز كريمة، قائد فوج الزاوية كشاف المرشدات. الحقيقة احنا اليوم في يوم من أيام الله المباركة، في شهر رمضان المبارك، في 17 من الشهر الكريم. فوج الزاوية يقيم مائدة رمضانية لضيوفه وداعميه وأبنائنا من شريحة الأيتام. الحقيقة العادة والسنة الحسنة هذه اللي أخذها فوج الزاوية طيلة سنوات، أن كل يوم 17 من الشهر الفضيل يقيم مائدة، كل سنة يستهدف فيها شريحة معينة من شرائح المجتمع. السنة هذه استهدفنا أبنائنا الأيتام من دور الرعاية وأبنائنا من عائلاتنا العفيفة اللي من الزاوية. طبعا كان الحضور مختلف من أبناء الفوج وداعميه زي ما نوهنا في البداية. نشكركم على تعاونكم ونشكركم على تغطيتكم الدائمة قناة نصح، بارك الله فيكم.